الفكره في ايه؟ الفكره ان انا كنت بشتغل، فبشتغل مثلا زي مثلا من حد الخميس، فبقى عندي جمعه وسبت بس اديهم للدعوه. فانا بيجي في بالي فكره، طب ما ادي الدعوه طول الاسبوع، طب ازاي ادي دعوه طول الاسبوع؟ ما انا محتاج فلوس، ازاي الغي الشغل؟ يبقى خلاص احاول اخد فلوس من الدعوه عشان بس اعرف اصرف على نفسي عشان ابقى اديتها اكتر. الموديل ده ممكن حد ينجح فيه، وفي ناس اعرفها ناجحه فيه، واللي هينجح فيه ده حد هيبقى فعلا مش بتاع الفلوس، مش يعني مش فتنته، اوكي لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني صح. انه فتنه امتي المال. فالناس اللي ناجحه هي الناس دي. طب والناس التانية؟ ممكن انا كنت واحد منهم. هي اللي لما بتخش في الموضوع لا، بدا يحصل كونفليكت. يعني مثلا انا مثلا عايز 10 يحضروا عشان اعلمهم حاجه، طب في واحد 11 عايز يحضر، طب ده هيضر ال10 اصلا؟ المفروض انا كنت بس لو جه ما هدي فلوس برضو اكتر، وانا ممكن محتاجها في وقت من الاوقات، وتبدا ان انت بقى في كونفليكت اوف انترست، الفلوس فيرسز الفايده اللي انت كنت عايز تقدمها. ان انا ممكن ما اديش ده عشان ما فيش فلوس. بالظبط بالظبط.